أنتقل الآن إلى أستاذ آخر هو البروفيسور عبد الله علي إبراهيم ليقدم لنا صورة بانورامية عن مأساة العرب في زنجبار. وقد أخذ سنة 1964 شاهدا تاريخيا على ما حدث للعرب هناك. وكما تعلمون بأن هناك من يقول أن دينهم أن تقتل العرب، ليس فقط في زنجبار، وجدنا على امتداد مئات السنين بل أكثر من 1000 سنة مآس واسعة كبيرة جدا في تاريخنا، ليس فقط في الأندلس، ليس فقط في إيران، ليس فقط في الهند، ليس فقط في خراسان، وإنما أيضا في أصقاع من أفريقيا. في هذا البحث الممتع الذي قرأته بشغف كبير كتبه رجل أكاديمي وفنان هو الدكتور عبد الله علي إبراهيم، وهو فعلا فنان اهتم بالفولكلور واهتم بدراسات متعددة مثريا الثقافة العربية، لكن لمست هنا قراءة جديدة لتاريخ المأساة العربية، ليس على الأرض العربية وإنما في الأطراف. وكم نحتاج نحن اليوم في القرن 21 إلى دراسة تلك الجماعات وتلك الشعوب التي توارثت وجودها في أفريقيا، في أوروبا، في آسيا، ونالت ما نالت من مآس، كي نعرف وتعرف أجيالنا بأن هناك من ذبح مجتمعات كاملة بدون سبب إلا الأحقاد التاريخية التي توارثتها المجتمعات ضد هذا المجتمع الذي نسميه المجتمع العربي. الدكتور عبد الله علي إبراهيم أستاذ أيضا لتاريخ أفريقيا والإسلام وخريج جامعات أمريكية، وهو كاتب وأكاديمي وصحفي ومسرحي، و ينهج نهجا جديدا في كتابة التاريخ، وكما لمسنا ذلك أتمنى أن نتمتع معا للاستماع إلى هذه المأساة التي صورها لنا في بحثه بهذا المؤتمر. فليتفضل مشكورا، وأتمنى أن يكون الوقت 15 دقيقة فقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر للدكتور سيارة على هذه التقديمة الطيبة المريحة، وألتفت نوعا إلى الأستاذ الذي سبقني، فقد جلست عليه أو عنده منذ نحو 50 عاما إلى قليلا، يحدثني وغيري من الطلاب عن تاريخ العرب في السودان وفي غير السودان. فهذه المحاضرة استمعت لها في محاضرة يوسف، استمعت لها في 50 عاما ودكتور يوسف يعني رجل شكل وشكل هويتنا ولطف ملاحين السياسية وجعلها تقوم على الأكاديمية والصرفة، فنجمع بين الشغف السياسي ولكن قعد ذلك الشغف على 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 أكاديمية دقيقة.
تحضرني في هذا المقام قصة رواها لي الشاعر محمد المهدي مجذوب، وقال أنه كان يدرس في بيت عهلاء في السودان قريبا من الفريق إبراهيم عبدود حاكم السودان بين 58 و 64 بعد أن أطيح به في ثورة عربية سابقة 64. فجلس إلى الشيخ، جلس إلى الفريق، والفريق يسأل أنت ابن مين؟ أنت ابن مين؟ أستاذ قال له أنا ابني محمد المهدي مجذوب، اسمي محمد المهدي مجذوب، مجذوب جلال الدين. قال له أنت ابن مجذوب جلال الدين؟ قال له أنا. قال له مجذوب جلال الدين الأستاذ في كلية الأردن، درسني درسني. وتدريس الله فين؟ هل سمعتني ألحن في خطابات للشعب؟ قال له لا، حقيقة عبود كان دقيق جدا في لغتي، وكان دائما يقول يطيب لي، يعني اشتهر به. فطبعا الإشارة كانت إلى الرئيس نميري، لذلك كان في زمان الرئيس نميري، والرئيس نميري ما كان يحفظ اللغة. فأنا أتمنى يعني إنه يشرف لي أستاذي البروفيسور فضل حسن، وأنا يعني أتناول هذا الحديث عن العرب زنجبار، وأن ولد في لغتي أو في عبارة من الطرف الآخر أنا بين التلميذ، يعني إذا كان الأستاذ الدكتور يوسف هو أستاذنا فالنور أحد تلاميذي باللفة شوية زي ما بقول في السودان. فأنا سعيد بهذا الموقع وسعيد بكل الجهود اللي جعل هذا المقابلة ممكن كمان. أبدأ من قاره الدكتور يوسف فضل، لأن هذه الورقة تريد أن تكشف عن هولوكوست العرب في زنجبار أنزلته بهم ثورة الأفارقة في العاشر من يناير 1964، فقضت على سلطانهم في الجزيرة وتعقبتهم قتلا واغتصابا واعتقالا وتهجيرا على الكويت، وتراوحت احصائيات القتلى ما بين 5000 الى 15000 من مجموع كل 50000 نسمة. يبدو انه انا حابب من حيث الدكتور يوسف يتكلم عن الاستمرار في العلاقه. انا اتكلم هنا عن حاله من انقطاع العلاقه، وطبعا هذه الحالات الانقطاع مرات تكون اكثر دلاله واكثر معنى في تقعيد العلاقات وفي تحليلها وفي مغازيها. زي ما هي نهايه رحله بالنسبه للسلطنه العمانيه البورسعيديه التي انتقلت من عمان الى نجوار، فقضت عليها هذه الثوره قضاء مبرما وانهتها حتى البروفيسور يوسف ذكر مسألة الرجل الغريب الذي يأتي من بلاد العربية، من بلاد العرب أو من بلاد الإسلامية، وتكون له هذه الدالة على الناس وهذا الإقبال من الناس عليه. وستجد في ورقتي أنا تكلمت على الغريب الحكيم والغريب الذليل. الغريب الحكيم الذي تزدهر على يديه الدول والمعاني والدلالات، والغريب الذنيب الذي يقضي على الدول. والغريب الذنيب في حالة هذه رجل اسمه جون أوكيلو، وجون أوكيلو هو قائد الثورة في زنجبار التي وقعت سنة 1964. وجون أوكيلو غريب بمعنى أنه ليس زنجباريا، وجاء من أوغندا، وكان الشديد في الآفاق، بدأ بلب وتلقى بعض المعارف في مدارس الإسرائيلية وتحول إلى المسيحية، ثم انتقل من أوغندا إلى كينيا إبان ثورة الماوماو والدفء والشغف الأفريقي للتحرر والمعاني القومية الزنجية البحتة. من هنا قطع البحر إلى ذمبا ثم إلى زنجبار وقال ثورة. فهو
لكنه ليس غريب حكيم لأنه ما يترتب على أعمال أنهى هذه الدورة دورة جدا كبيرة، ولكن أن يرتكب ما يسمى في أيامنا هذا بالجينوسايد أو في الهولوكوست، فده برضه حالة انقطاع. المثل المطلق بدأت أن يوصف مثلة الرقيق وتجارة الرقيق العربية وكيف نعالج هذه المسألة، لأنها كلها تمثل هذه الثورة الزاكرة فيها كثيرة وطوال ما كان جون أوكلهم يتحرك كان بينمي هذا الحس الرقة العربي وكان ينشأ عليه، لأنك أنت لو مشيت أنا وجدت سيرة أسقف كاتر هورين لما مشى وزار في كثير جدا من دول شرق أفريقيا في مزارات، هذه المزارات إما تكون يعني كنيسة قائمة على سوق رقيق عربي قديم أو تحفة أو لوحة أو كذا، فالجيل الذي نشأ في شرق أفريقيا من الأفارقة رسخت في ذهنهم صورة الرقة العربية وفسرت، ولذلك الأسقف لما مشى في كثر هورين وقال أنه يعني هذه حالة سيئة جدا وانتهاك البشر وكذا وكذا، وتمنيت في ورقتي لو أنه كان هناك مصدر آخر للهولوكوست العربي، مش يعني للتضاد البسيط ولا للكيد المتبادل ولا للحيل المتبادلة، ولكن لكي يستقر في ذهننا أنه إذا أنت يعني نفخت في حادثة نفخا غير تاريخي وظللت تعيد وتلد وتعجل فيها على الطريقه التي تمت حول الرقه العربي في شرق افريقيا، المحصله النهائيه هي ان يكون في نصف اخر ضحايا هذا الحدث بعد قرن او قرنين منه، ناس يتحملوا وزره وتضيع ارواحهم وتروح ارواحهم السوداء كما تمت في السوريا المعاصره. فبرضو في هذه الموضوعات التي تمرق لنا استاذي وانا يعني تطرقت إليها بشكل أو آخر في هذه الورقة. أردت بالورقة أن تؤسس استراتيجية عربية أفريقية مشغولة بالمآلات الحضارية للجماعتين. بالطبع كانت وما تزال هناك استراتيجيات في دوائر غربية وإسلامية، وبالطبع لا تزال هناك استراتيجيات متصلة. تحتاج الى يعني ضبط وربط فيما يتعلق بالعلاقات العربيه. انا بفتكر انه احنا في جماعتين البشر اختلطوا هذا الارتباط العميق وفي اشكالات ودقائق متصله بهذه الخلطه نحتاج الى ان نتوقف عندها. انا مشغول بالقوميه الافريقيه الزنجية التي تعتقد أن أفريقيا هذه هي للسود. طبعا في أفريقيا في القومية الأفريقية الأخرى التي التي مثلها نيلسون مانديلا وحزبه في أفريقيا التي اعتبرت أفريقيا خلطة وكل من فيها وارد وكل من فيها أفريقي. وبفضل هذه السياسة الحكيمة الآن لا يقل عن 10 مليون ابيض يعتبروا نفسهم افارقه في جنوب افريقيا، لا تفريق بين اسود وبين ابيض. ولكن حركه زنجبار وغيرها من الحركات كلها قامت على المفهوم بتاع انه اي وافد لافريقيا حتى لو جاء في القرن الثالث عشر او التاسع او السابع او السادس هو مستوطن. وهذه النقطه عالجها محمود ممدان في ازمه دارفور معالجه حكيمه جدا، على اساس انها بعض الجذر بتاع هذه المساله قائم في اعتقاد بعض الناس ان هؤلاء العرب الذين جاءوا قبل سنوات وسنوات وعقود وعقود مستوطنين، وفي سكان اصليين وفي سكان مستوطنين. زنجبار ليست طارئه في رادار كسوداني ولا الاندلس، ففي حرب السودان الاهليه الطويله كانت السابقة الزنجبارية تلوح باستمرار، دائما تجد في الكتابات جئتم إلى هذا البلد
وستخرجون منه مثل خروج المسلمين مثل خروج العرب في زنجبار. نحن ما يسمى يعني عرب الشفا، عرب الحافة. فدي واحدة يعني يعني الموضوع مش انه الجنوبيين كذا ولا الزنجباريين كذا، لا، في عقيدة اسمها افريقيا السوداء، وانه لا تحتمل الخلطة. شخص زي هايدن ولا الاسلام ولا اي شيء، وانما هي سوداء زنجية في المفهوم بتاع ليوبولد سينغور. ايضا افريقيا الثورة دي ما ثورة كانت يعني انا مريت عليها مرور الكرام. وقعت في 64، احنا كنا مشغولين بثورات اخرى في السودان، وسوقت لنا كثورة ماركسية، كثورة اشتراكية، وبعنا واشترينا له، واشتراه ناصر، وطبعا اي حاجة اشتريها ناصر كنا نشتريها بعده. فما في حد انتبه يعني الى هذه الى الواقع اللي انتبهت اليها. انا برجع لها دلوقتي في مراجعات كثيرة في حياتي حول الثورة والماركسية والطبقات والعرق وكل ما كل العقاليد التي حفت بعملية التغيير السياسي والاجتماعي وجعلتنا نبتعد عن هذا الابتعاد الكبير الطويل. أنا دائما يعني في حالة القذافي الناس بيتكلموا كذا وكذا، هي الكلمة الحقيقية اللي أنا أخذتها منه لما طلع من الغار بتاعه وقال في شنو؟ إيش صاير؟ أفتكر هذه الإجابة لإيش صاير؟ أنا إيش صار؟ إيش صارنا؟ يعني كلنا كنا القذافي في يوم من الأيام، وكلنا كنا الأسد، وكلنا كنا كذا، لكن إيش صاير؟ إيه اللي حصل؟ هذه إجابة لإيش صاير؟ في ثورة اشتريناها وطلعت بوكس، طلعت مزورة. الثورة هذه يعني، ولذلك أنا أفردت صفحة كاملة أو أكثر من صفحة كاملة للترجمة من هو قابل على ذهني عبد الرحمن ووجدت انه كان شديد الاعتقاد بانه الصراع الذي قام به الغرب هو صراع طبعا، وسمى انه من قام بهؤلاء بهذه الثوره البلوتاريا الرثا او الزنجباريين الرثين، وزعيمهم من جون اوكيل، وانهم هم جاءوا بعد ذلك وعدلوا من الثوره. طبعا المأساة بتاع جون اوكيل انه ما عاش اكثر من 50 يوم من قام بالثوره حتى اصبح طريق في كل شرق افريقيا. يعني ده القريب البعيد، يا 50 يوم قضاها كزعيم، ثم انتهى به الامر الى سجون وتشرد في شرق افريقيا. وده اللي يعني عدم الحكمه، الانسان دخل في حاجه بدون حكمه وانتهى الى هذا الامر. وكذلك عبد الرحمن ناو اللي هو برضه كان مشدد جدا، ما قدر يشوف النزعة الثقافية العرقية تحلل على هذا الأساس، طبعا برضه انتهى إلى التشرد مع أنه ساوم كثيرا في المعاني اللي قالها، ظل يعني يراول وحتى انتهى إلى الآن. أنبه إلى فيلم مميز كنت المفروض أعرفه ومعلوم منه حاجة، ولكنه اللي هو أفريقيا بلاد، هو فيه تصوير للكارثة. صدف أنه في كان مصورين من التلفزيون الإيطالي كانوا في المنطقة أثناء وقوع الجرثومة، وصوروا هذا في فيلم اسمه أفريقيا بلاد نفس. بتشوف بالضبط العرب لابسين الدشداشة بتاعتهم ويساقوا في خطوط طويلة ويقتلوا على الدشداشة. مع هذا تجد ان زملائنا المؤرخين يعني تنزانيا والقرار الافريقي كله ينكرون هذه الواقعه انكارا تاما مع انها مسجله. اذا ما وجدتها في الفيلم هي موجوده في اليوتيوب، اكتب ثوره زنجبار، اكتب زنجبار ريفوليوشن،
وحتجد في اليوتيوب. أنا أسف ما كنت أحدث أختم لأنه الوقت يعني ذهب. من بين أكثر الوقائع الدرامية في مثل زنجبار ما قرأته لأحد الناجين منها، قال: إنهم أخضروا لتعذيب شديد، من ويلاته سؤاله أن يجيب عن من أنت، والإجابة كما تقول أنا يعني عربي يطلب منه، هو الكبار يطلب منه أن يجيب عن السؤال ده من أنت بأنه أنا أفريقي. وقال أنه شعر أنه يخون المعنى الزنجباري الخلاس الخايب، ثم قال أنا أفريقي شعر بالخيبة، أنه هو أجاب إجابة وحمل عليها حملا، وده المعنى بتاع اللي ندافع عنه في الاستراتيجية التي نريد تصميما للعمل الأفريقي، الدفاع عن هذه الخلاسية، الدفاع عن الخلطة دي. ويعني طبعا من افضل من عبر عن هذه الخلاسيه هو الشاعر محمد المكي ابراهيم في قصيدته المعروفه بالزنجباريات، فبرضه ممكن تقراها وتشوف ان المعنى بتاع زنجبار كمدينه خلاسيه. اردت بهذه المقاله ان نرد بصوره استراتيجيه على الزندقه الزنوجيه المنقلبة على إرث زنجبار الحنيف التي تجلت في هذه الوقفة الصغيرة من التعذيب اللي تم. فليس مسألة الآن فعل كثير العودة الفعل أن نحن وقوائي نقرم بين زنجبار والأندلس، ما في طريقة نعمل حاجة في الأندلس، لكن في طريقة نعمل حاجة في زنجبار، وهي المعنى اللي اتفقنا عليه الآن في مثل هذه الندوة. وأنا شاكر لحسن الاستماع. شكرا للأستاذ الدكتور عبد الله علي إبراهيم على ورقته البحثية القيمة عن زنجبار ومأساة 1964. وإذا عدنا إلى تلك المرحلة لا تراءت لنا صورة المناخ، مناخ الصراع الدولي الذي كان يحكم العالم. لم تكن العنصرية الأفريقية بين قوسين أو كما سماها الدكتور عبد الله بالزنوجية واضحة المعالم، لأن العالم كان ينقسم إلى شرق وغرب، وتعلمون كلنا اطلعنا على الأدبيات الرائجة في تلك المرحلة، ومن أشهرها كتاب من أجل أفريقيا لفرانس فانون وغيره من الكتاب. كانوا ينظرون إلى أفريقيا ليست الأفريقيا الزنجية، إنما أفريقيا متعددة الأعراق، لأن هناك شمال أفريقيا وهناك السودان الشرقي وهناك السودان الغربي إلى جنوب الصحراء، من جنوب الصحراء إلى جنوب أفريقيا عالم كانت تتنازعه صراع الشرق والغرب. وأيضا أعود إلى النقطة التي ذكرها في مقدمته صديق الدكتور النور، بأننا بحاجة إلى إعادة النظر في تفسير خطابنا القومي، لأننا خدعنا كثيرا على مدى 50 سنة بطريقة حسنية، ولم نكن نعرف كيف نتعامل مع التعددية وخصوصا تعدد الثقافات، لأن الثقافات ليست منحصرة في بلد واحد في بلدان متعددة أو أقاليم، وإنما في كل مدينة من مدننا مجموعة ثقافات.